فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكي عن انتقالات في الميركاتو وصفقة فرحنا بها برشا في تونس، على خاطر مش عندناش برشا ملاعبين قاعدين نصدروا فيهم لأوروبا. تقريبا الوجهة الخليجية هي اللي مسيطرة على انتقالات اللاعبين في تونس، كيف كيف الوجهة المصرية. لكن نفرحوا برشا كي نلقاو ملاعب تونسي يختار الشواء متاع الكرة، يختار الشواء متاع المستقبل بعيد على المادة اللي توجي فيما بعد. نحكي عن بالطبيعة انتقال لاعب النجم الساحلي محمد الحاج محمود، واحد من أمال الكرة التونسية، من الملاعبية الشبان اللي نعملوا بهم عليهم برشا، قدموا مستويات محترمة في ظهورهم الأول تقريبا مع النجم الساحلي. موجود معنا بالتليفون محمد، اهلا بك. مرحبا بك. مرحبا بك خويا سلام، ومرحبا بكل مستمعين اكسبريس اف ام. مرحبا بك محمد، فرحنا برشا كما كنت نحكي بانتقالك البطوله السويسريه. كيف جيت الساعه؟ خلينا نحكي الساعه، مبروك لك انت الانتقال هذا، واذا كان تحكي لنا اكثر على الخطوه هذه في مسيرتك. عايشك وميرسي بوكو على التليفون. و وجيت ولا جيت معناها بخدمة، نخدم على روحي معناها نلعب معناها في ليتوال مع جامعتي. كلمني مونا جون باش أنا جي أوفر معناها، وما معناها ما تطورنيش ساسا سيريزا وليتوال والكوتش سي لسعد الدريدي، وما كانتش فما صعوبات، واخترت شواء معناها باش نشوف مرحلة جديدة وباش نشرف تونس معناها البرة. كما كنت نحكي محمد، توا ملاعبيتنا اغلبهم حتى نسمعوا يوميا الانتقالات للخليج، للسعودية، العراق، لمصر، كيف كيف. انت اخترت وجهة اخرى اللي هي اوروبا. معنا برشا ما شفناش، ما خرجناش ملاعبيه لاوروبا، فكي نشوفوا حتى مقارنة صغيرة مع الجزائر تقريبا السنة خرجت كم كبير من بطولاتها لاوروبا. علاش اخترت الخطوة هذه متاع أوروبا بدل الخليج وإلا مصر؟ صحيح اخترت الخطوة هذه خاطرني نحلم باش نلعب بالأوروب مليان صغير، كان عندي حلم نحب نوصل لها، وهذه مرحلة الأولى، هذه معناها من الحلم اللي نحب نوصل لها، هذه معناها لازم نخدم على روحي باش نزيد نوصل معناها ما خير معناها جوست، هذه محطة لهنا في لوغانو. ان شاء الله واحد يخدم على روحه وان شاء الله يزيد يقدم ان شاء الله ويشرف تونس ويزيد ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل. في اعتقادك محمد برشا من لاعبيه تونس خرجت، نحبوا كيما نشوفوا مصر عندها محمد صلاح، نشوفوا الجزائر عندها رياض محرز، نحبوا نشوفوا من لاعبيه تونس يوصلوا المستوى العالي. في اعتقادك علاش من لاعبيتنا ما نجحوش البرا؟ ولو اني كنت مازلت كي مشيت غادي اكيد بديت تطلع على المنشآت، غادي على عقليه. في اعتقادك تجربتك الصغيره هذه معناتها شنو السبب نتاع لاعبيتنا ما ينجحوش في اوروبا؟ ايه فما حتى سبب عنا جواريت وما شاء الله معناها انا جيست معناها ما لقاوش الحظ معناها ولا ما لقاوش الفرصه باش يلعبوا الاوروبا، ما عنا جواريت ما شاء الله في بطولتنا معناها وينجموا يلعبوا ان شاء الله وينجموا يوصلوا ما خير ان شاء الله. طموحك كما قلت لي نستنى نتصور خطوه لوغانو في اتجاه فريق ما اكبر، نتصور هذايا البلان تاع الكاريير نتاعك. هذه خطوة الأولى وبإذن الله إن شاء الله نجيش نخدم على روحي، ولأني جيت باش نتعلم الكورة وباش نشوف وإن شاء الله إن شاء الله معناها نخدم على روحي ونمشي الفريق خير إن شاء الله إن شاء الله. هذه الخطوة الأولى إن شاء الله. وقتاش تبدأ إن شاء الله؟ بديت التمارين أنت ظهر لي؟ إي سي بون، بديت في التمارين اليوم كانت الحصة الثانية، وظروف ملامة وظروف مزينة برشا تساعدك باش تخدم وباش تتحسن. هو عندك مدة تقريبا من اللي وقع علينا عن انتدابك من الفريق، لكن عاش واخرت شوية الخرجة. صحيح واخرت شوية، جست على الوراق شوية خاطر على فيزا ووراق صححت يعني عندي شهر كيك ماكس كاو جيت الفيزا وخرجت على روحي ديريكت. جاهز للمقابلات ولا مازلت شويه ناقص فيزيكمون؟ ما نعرفش انت شنو. جيست شويه خدمه، مازلت شويه خدمه، مي يعني قعدت نتنا مع ليتوال اربع شهور معناها في البريبراسيون. ما قصيتش انت مع ليتوال؟ قعدت تدرب؟ ما قصيتش، قعدت نتنا مع ليتوال اربع شهور. نورمالمون جاهز معناها؟ جاهز
ومن بعد قصيت مدة معينة شوية واللي قعدت سنة في الوريق ومن بعد خرجت. معناه نقول جمعة 10 أيام تكون حاضر مقابلة الجاية لين تسوي مقابلة اللي بعدها هكا. وي إن شاء الله إن شاء الله، واحد يفرض روحه ويخدم على روحه باش يفك بلاصته إن شاء الله. جيت باش نفك بلاصتي وجيت باش نقدم معناها حاجات باهية ونمشي من خير إن شاء الله. إن شاء الله، خاصة من لاعبيتنا التوانسة نجحوا برشا في سويسرا، خاصة اللي خارجين من ليتوال كيما الشيخاوي أمين شرميتي، نتصور حافز ليك أنت. وي بالطبيعة كي ترى برشا جوارات وصلوا لعبوا في الأوروب كيما ياسين كيما شرميتي كيما برشا جوارات كبار وصلوا نفخة زادي بالطبيعة تعطيك شحنة وموتيفاسيون باش تخدم أكثر باش تقدم. محمد فما شكون من حبيت ليتوال يقول محمد مازال ما عطاه شيء ليتوال كي ينجم يزيد أكثر في ليتوال عام ولا عامين وبعد يخرج، شنو رأيك في الكلام هذا؟ إيه صحيح، كل مرحلة عندها وقتها، ليتوال صحيح لازمني وأني نتمنى ليتوال جمعيتي ونتمنى نزيد نعطي ليتوال ما خير، جي عمر لازمني نحسن معناه ولازمني نشوف معناه لازمني معناه صحيح ليتوال جمعية أكبر جمعية في الأفريق. معناها مش كاني شقول هذا جمعيتي واني مشجع جمعيتي قبل ما نكون جوار. مي صحيح مازلت ما مي يجي وقت ان شاء الله علاش ليه ان شاء الله، واني نتمنى نوفا كاريري في ليتوال ان شاء الله ان شاء الله. به علاقتك بستاف تكنيك محمد اثرت شويه في اختيارك وجهه تاع الخروج؟ ليه فما شيء فماش حتى مشكل مع ستاف تكنيك بتاعي، كلها معناها كلها فرحانين بيا، كلها سيدي جا ستاف تكنيك بتاع ليتوال نحب نشكر بالمناسبة دي ستاف تكنيك بتاع ليتوال سي لسعد الدريدي وسي امدبنيون سي زيود كل ستاف الكل بتاع ليتوال. معناها الكلام اللي تقال حول خلافات مع لسعد الدريدي مفماش منه؟ لا فما حتى شيء، عاونوني برشا ووقفوا معايا وصلحوا لي وما عمري ما ننسى كيفاش صلحوا لي في سير تيران وخارج من تيران، نحب من المناسبه هذه نشكرهم. باهي محمد تش تكون خطوه هذه للمنتخب؟ واي واحد ينجم يحلم باش يلعب في المنتخب، بريمير اوبجيكتيف نتاعي ان شاء الله نحب معناها نلعب في المنتخب وحلمي مليون صغير نلعب في المنتخب. نخدم على روحي ونفرض بلاستي اول حاجه في لوغان وان شاء الله ربي سهل علاش ليه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق محمد، يعطيك الصحه تدخلك معنا، خليك في الاخر كان تحب كلمه الجمهور اللي توالي يتبع فيك برشا. ايه الجمهور اللي توال كبير برشا في تونس وخارج تونس ونحب بالرسمي نشكرهم برشا، وقبل ما نشكرهم وشويه الجمهور اللي توال ونحبهم كلهم مرسي بوكو على وقفتكم معايا وعلى تشجيعكم في كل شيء في الباهي والخايب ديما، حتى كي معناها شي جات ايامي معناها وحتى كي شربوك سيرتيران هذيك شحنه ومعناها وباش يخليوك تقدم وباش يخليوك ديما معناها ما تقفش. نحب نشكرهم برشا ونحبهم كلهم راي ليتوال راي مينا لازمنا نستحفظوا على ليتوال. يعطيك الصحة محمد، شكرا لك على تدخلك معنا، بالتوفيق ان شاء الله ليك في تجربتك الجديدة في سويسرا مع ناديك جديد نادي لوغان، ان شاء الله يكون محطة التجارب احسن ان شاء الله وفرق اكبر في اوروبا. فموزيكا بعد شانس ومكملين في البلاي.